الدور المجتمعي للنادي الاهلي مع الدوله المصريه في وتنسيق الصناعه وتنسيق الصناعه طبعا، ولكن اعتقد ان الاولويه كانت للدور المجتمعي اكيد، وكما صدر من البيان الصادر كان عنوانها الرئيسي الدور المجتمعي للنادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت تسليم النادي الاهلي للدوله في اي وقت او المقار يبنى طبعا فيها يعني وعلى مسؤوليته يبنى فيها مستشفيات ميداني اذا احتاج الامر، ميزانيه النادي الاهلي تحدث الكابتن محمود الخطيب لو ينفع يقتطع منها جزء، بس مين بقى برجال المال والحاجات دي طبعا. اللي هو يقدر يقول انا اقدر اعمل ايه، انا اقدر ادفع برجالات وباداريين كمتطوعين، كلام كبير قوي، كان حاجه كلام حاجه حلوه قوي، وطني محترف محترم ما تقدرش تصنفه اقل من كده. والحقيقه الدكتور اشرف صبحي زي ما حضرتك قلت من الوزراء الحقيقه اللي اشتغل بايده وطول عمره الحقيقه بايديه وبدراعه. ما انا بقول له انت يا دكتور اشرف بدون القاب طبعا يسعدنا انك وزير، لكن انت كانت ايدك في العجين بالبلد، عارف كل حاجه بالظبط، بالتالي يمكنك تحسين بعض الشيء من منظومه الاحترام. هل تفتكر ان المطالب اللي او الدور المجتمعي للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه في ظل هذه الازمه، هل تفتكر ان النادي الاهلي بيعمل كده يعني اللي هو ايه تنطيط لا. ولا انا بروح للاتجاهات اللي بتتقال، خلي بالك بقى لها ثلاثه طبعا، اصل النادي الاهلي عايز يعمل مش عارف فيها ايه، لا هو مش عايز يعمل، هو فعلا الكبير يا استاذ عصام كابتن، لماذا انشئ النادي الاهلي ومن ثم الانديه الشعبيه؟ يعني حتى النادي الاسماعيلي لسه من يومين ثلاثه محتفل ب 96 سنه 96 سنه درويش، كل سنه وهم طيبين طبعا. والحقيقه قلنا الجزء الاهم انه كان نادي لشعب الاسماعيلاوي في مقابل الاحتلالات اللي كانت في مصر. لماذا انشا النادي الاهلي؟ الجمله واضحه وصريحه، انشا النادي الاهلي في مواجهه الانديه التي كان الانجليز، خلاص بقى الانجليز دول جزء من العالم وبيننا علاقات وكل حاجه، لكن وقت ان كانوا مستعمرين 1907 يعني لمواجهه الانديه التي سيطر عليها الانجليز. من حضر الاجتماع الاول؟ سعد زغلول. لا ساعات عند محب النادي بيفكروا انه الاول رئيس مجلس اداره، لا هو حضر اول اجتماع لمجلس الاداره. وطنيون كثر عدوا على مجالس ادارات النادي الاهلي. النادي الاهلي ناوى ودفع ثمنا باهظا لان يلعب نجومه في فلسطين. يعني ايه بقى تاني؟ عارف بقى الليمبي بقى ناقص تقول لهم ايه؟ نعم. ما هو كده، ما هو ما انا بقول لحضرتك وهكذا الاتحاد وهكذا المصري والسعيدي وهكذا